من خلال اجتماعها بشخصيات من حاضنته. روسيا ترفع ورقة العلويين بوجه الأسد وتستفسر إذا ما كان سيفضلها على إيران. بعد عضوية منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة تمنح النظام منصباً جديداً لديها وتختاره مقرراً في اللجنة الأممية لإنهاء الاستعمار. أكاديمية بشير جميل تكشف عن وثيقة تاريخية. إسرائيل هي من نسقت دخول حافظ الأسد إلى لبنان وغضت الطرف عنه لقاء خدماته لها. وتزامناً مع ولادة حكومة جديدة في تل أبيب، الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بتحريك مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. نشر موقع العربي الجديد تقريراً عن استخدام موسكو ورقة التقارب مع معارضين علويين للضغط على الأسد، وذلك في حزيران عام 2020 بالتحديد بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. التقرير نقل عن أحد المجتمعين قوله إن روسيا أرادت رفع العصا في وجه الأسد من خلال إجباره على الاختيار بينها وبين طهران في فترة كان فيها الأسد مترددا إلى أي الطرفين يميل. بدلاؤك جاهزون، بدأنا التواصل معهم وها نحن جالسون فعلا، هي من ضمن مجموعة رسائل مررتها روسيا إلى بشار الأسد من خلال لقائها بمعارضين سنة وعلويين بعد بدء سريان قانون قيصر منذ حزيران 2020. فهل بدأت موسكو برفع العصا في وجه الأسد؟ موقع العربي الجديد نشر تقريراً عن استخدام موسكو التقارب مع معارضين علويين للضغط على الأسد بعد عام على اللقاء، حيث نقلت عن أحد المعارضين الذين حضروا الاجتماع مع السكرتير الأول للبعثة الرسمية الدبلوماسية الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف سيرغي ميتوتشين قوله إن موسكو أرادت إيهام المجتمع الدولي والأمريكيين على وجه الخصوص بسعيهم للمشاركة في إنجاز الحل في سوريا، وأن بوتين كان يلوح بعصاه بل ويرفعها بوجه الأسد الذي كان في تلك الفترة غير مستقر، فإلى أي أريكة سيستند؟ هل هي روسيا أم إيران؟ للرسالة الروسي شق اقتصادي أيضاً، فأطمع موسكو في سوريا لا تنتهي. فيكشف المصدر للعرب الجديد أن شهية الروس مفتوحة بعد سيطرتهم الرسمية على ميناء طرطوس بعقد استثماري لمدة 50 عاماً تجاه مواقع اقتصادية حيوية كذلك، ويندرج ضمنها كف يد إيران عن ميناء اللاذقية. لقاء الروس بالمؤثرين العلويين العام الفائت وصفته تقارير صحفية أنه وجه ضربة تحت الحزام للأسد الذي أيقن أن الروس قادرون ومتى شاءوا على سحب بساط احتكار تمثيل الطائفة بشخصه. لأن هذا الكلام صحيح، هذه الاجتماعات عقدت قبل حوالي سنة في قاعدة حميميم وعلم أمرها. الروس وقتها اجتمعوا ليس فقط مع ممثلين عن العلويين، عن الإسماعيليين كذلك، عن السنة كذلك، عن الدروز كذلك، عن المسيحيين. الاجتماعات عقدت في قاعدة حميميم وفي السفارة الروسية بدمشق. وقتها عقد الروس جولة واسعة عريضة من الاجتماعات. اجتماعاتهم مع العلويين كان لها خصوصية وقتها، لأنه وقتها من اجتمع مع الروس قالوا إن الطائفة العلوية لم تعد تتحمل مزيدا من الخسائر في سوريا. هكذا كان الكلام. والروس يعني سربوا خبر اجتماعهم تحديدا مع العلويين للنظام، وأنه كان الرهان وقتها على آل مخلوف. هذا التقرير، هذا الكلام، كلام العربي الجديد، هو يشير إلى وقتها كان الرهان على محمد مخلوف، لكن تم حرق ورقة آل مخلوف، وروسيا كانت
تريد حرق هذه الورقة، على اعتبار رامي مخلوف كان في فترة في آخر فتراته كان راعي التشيع ومتشجعا لمسألة رعاية التشيع في سوريا، هو وماهر الأسد. كان مصلحة روسية ومصلحة عند بشار الأسد في حرق هذه الورقة، وانتهت إلى الأبد ورقة آل مخلوف. ربما تحدث مفاجآت بالنسبة لهذه العائلة، تعيد روسيا تحيي عظامها وهي رميم لعائلة آل مخلوف ربما، لكن في الغالب انتهت هذه الورقة. الآن هناك مشكلة عند الطائفة العلوية تحديدا، أن نظام الأسد الأب والابن أفقدها من كل نخبها، هي طائفة بلا نخب، لا نخب سياسية ولا دينية ولا اجتماعية، فقط آل الأسد ومن يدور في فلك آل الأسد. لذلك إذا كانت روسيا تريد أن تختار، من ستختار؟ هذه مشكلة عظيمة عند الطائفة، صنعها نظام الأسد الأب والابن، من ستختار؟ لكن هناك مشكلة أخرى عند الطائفة كذلك، هي مشكلة بالنسبة للروس وللنظام وللإيرانيين. الطائفة كان عصبها مشدود طيل فترة السنوات الماضية حتى 2018-2019، لأنهم كانوا يحاربون عدوهم وهي معركة وجود، وهذا الأمر أصبح معروفا، يعني شعورهم الجمعي. الآن انتهت الحرب فبدأت الفوارق بالظهور بين الطائفة، هناك فقراء للغاية وقلة قليلة أثرت من الحرب، هناك فوارق طبقية. الذين قدموا كل شيء للنظام بأموالهم وأجسادهم وأرواحهم وأعضائهم، هؤلاء فقراء يجلسون في قرى نائية في جبال الساحل السوري، ليس لديهم طرقات معبدة، ليس لديهم كهرباء، فقراء بالكاد يأكلون ويشربون، والنظام تخلى عنهم، تخلى عن موتاهم، تخلى عن جرحاهم، نساؤهم أرامل، وهم الكثرة الكاثرة من الطائفة. وهذه القرى على رؤوس التلال المطلة عليها يلمح المار من هناك فللا وبيوتا، بيوتات فخمة لقلة قليلة من الضباط أو من الشبح الذين يدورون في فلك الأسد، هؤلاء في كوكب، والكثرة الكاثرة من الطائفة في كوكب آخر. لذلك أصبحوا يتكلمون علانية، نحن ما الذي ربحناه من هذه الحرب؟ ولذلك أيضا بدأ شبابهم، شباب هؤلاء الفقراء، بالهروب نحو قبرص ونحو اليونان ويمخرون عباب البحر المتوسط. هذه مشكلة عويصة بالنسبة للطائفة يواجهها النظام ومن خلفه الروس. لكن هناك مشكلة أخرى، من قال أصلاً إن الطائفة العلوية هي أقلية الآن في سوريا؟ من قال؟ من قال أصلاً إن العرب السنة هم الأكثرية، هم الكثرة الكاثرة في سوريا؟ تغير الواقع الديموغرافي في سوريا قبل 2011 وبعد 2011، تغير والبعض يقول للأبد. قبل الثورة الإحصائيات، يعني إحصائيات الأمريكان والإحصائيات الأوروبية هكذا تقول، على اعتبار أن عدد سكان سوريا كان قريب من 22 إلى 23 مليون نسمة، السنة هم 74 إلى 75%، هذه التقسيمات، يعني هكذا التقسيمات، 75% بما فيهم الأكراد والتركمان، العلويون من 10 إلى 11، الإسماعيليون والدروز 3%، والبقية مسيحيون حوالي 8 إلى 9%. هذه هي سوريا. العرب السنة باستثناء بغض النظر عن الأكراد والتركمان، في أغلب التقديرات وتقديرات الوزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى أنهم ربما يصلون إلى 65%، ربما يكون الرقم أكثر، لكن على فرض هذا الرقم 65% عرب سنة قبل 2011. الآن النسبة الكبرى من الذين قتلوا وتركوا سوريا هم من العرب السنة، النسبة تكاد تصل إلى أكثر من 99%، هم من هؤلاء. الأرقام يعني ربما يكون أكثر من 4 إلى 5 مليون، يعني من أصل 6 مليون من هؤلاء، هذا عدا عن الذين قتلوا. يضاف إلى ذلك أن هناك تزايدا من 2011 إلى 2018-19، هناك تزايد في نسب العلويين. العلويون في هذه مسألة التوزيع الديموغرافي هم الرابح الأكبر، المسيحيون أصبحوا في انقراض طبعا،
الرابح الأكبر هم العلويون والخاسر الأكبر هم العرب السنة. في المناطق التي يسيطر عليها النظام الآن العرب السنة لم يصبحوا أقلية لكنهم ندا لند مع العلويين، بالتالي تسقط فكرة هذه أن النظام يستند إلى حكم الطائفة. بين قوسين الدراسات تقول أن هؤلاء الذين يحكم سيطرته عليهم النظام من العرب السنة تحت دافع الخوف، تحت دافع الإرهاب الذي مارسه النظام والبطش العظيم طيلة هذه السنوات، تحول جزء منهم إلى أشخاص غير قادرين على الحراك، هم خاضعون للعظم، هكذا الدراسات تقول. جزء منهم طبعا درعا تنقض هذا المثال من أوله إلى آخره درعا بالتأكيد، لكن هكذا الدراسات تقول. بالتالي إن النظام يستند إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، بالتالي ما عاد العلويون أقلية في المناطق التي يحكم سيطرته عليها. والنظام مستفيد من قصة أنه لا يريد إرجاع اللاجئين، لا يريد إرجاع اللاجئين، بناء على ذلك أصدر هذه قوانين مصادرة الملكية والقانون رقم 10 وغير ذلك، واللاجئون أصلا هم لا يريدون، الذين خرجوا من سوريا لا أحد يريد العودة، على ماذا يعود؟ والنظام لا يريدهم ويرهبهم ويخوفهم. والعالم الدول الغربية أو الدول الإقليمية سواء تركيا سواء الأردن سواء لبنان كذلك، القصة منتهية بالنسبة لهم ولن يقوم أحد بإرجاع أحد والأمور على حالها. هنا مفارقة بالنسبة في القضية الفلسطينية، حق العودة ما زال حيا، ما زال قائما على الأقل إعلاميا، يعني يطالب الناس بالعودة. في المسألة السورية هذا الموضوع حتى إعلاميا يبدو أنه انتهى. لذلك هناك من يقول مع بقاء بشار الأسد في الحكم الواقع الديموغرافي في سوريا تغير مرة وإلى الأبد ولن يعود، وما عاد العلويون أقلية وما عاد السنة أكثرية، هم أصبحوا يعني بالتوازي إن لم يكن العلويون أكثر قليلا. وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لإلغاء هذه الفكرة أن روسيا والله تبحث عن أحد آخر في الطائفة لاستلام زمام الأمور. خلال السنة هذه الاجتماعات منذ سنة حتى اللحظة، مهر الأسد ما زال قوية ومهر الأسد إيراني ويتوسع، والميليشيات الإيرانية في سوريا تتوسع كذلك، وورقة آلي مخلوف تم حرقها تماما ولن تعود في قادمات الأيام القريبة. البعض يقول هذا يشي أن الروس هم أصلا غير قادرين على اقتلاع الإيرانيين من سوريا، حتى وإن رغبوا بذلك، حتى وإن طردوهم من ميناء اللاذقية، حتى وإن الإيرانيون متغلغلون في حلب وفي دير الزور وفي دمشق وفي حمص. انتخبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار بالتزكية، انتخبت مندوبة النظام الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ مقررا لها. جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة والتي تعرف باسم اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. ليست اللجنة الأممية الأولى التي تحتفي بالنظام. الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن اختيار النظام المتورط في جرائم ضد الإنسانية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها. We'll be right back.
كشفت أكاديمية بشير جميل عن فحوى رسالة سرية بين حافظ الأسد والكيان الإسرائيلي تعود إلى عام 1976 إبان دخول القوات السورية إلى لبنان. قناة الام تي في اللبنانية نشرت تقريرا أشارت فيه إلى أن دخول القوات السورية أنذاك إلى لبنان كان بالتنسيق مع إسرائيل وفق شروط فرضتها سلطات الاحتلال على الأسد الأب. معنا من بيروت الخبير الأمني العميد اللبناني المتقاعد العميد ناجي ملاعب. سيادة العميد مرحبا بك. أهلا مرحبا. ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك وثيقة كشف عنها الإعلام اللبناني أنه والله إسرائيل كانت موافقة على دخول حافظ الأسد إلى لبنان واشترطت عليه بعضا من الشروط. أبدأ معك بدخول حافظ الأسد إلى لبنان في 76، إسرائيل كانت موافقة على ذلك؟ نعم، يبدو أن هذا الموضوع صحيح وتم التداول به، ليست وثيقة جديدة. كانت إحدى شروط إسرائيل أن لا يجتاز الجيش السوري جسر القاسمية، يعني أن يبقى بعيدا عن الحدود مع إسرائيل 40 كيلومتر، وهي موافقة على هذا الدخول شرط أن لا يتجاوز منطقة ما قبل سور نهر الأولي، معبر نهر الأولي جسر القاسمية، يعني أن يبقى مسافة 40 كيلومتر خارج مناطق خارج حدودنا مع الكيان. طيب، هو أريد أن أسألك هنا حول قصة الدخول الإسرائيلي إلى لبنان ووجود الجيش السوري، جيش حافظ الأسد وكذلك حزب الله. مبدئيا في مسألة حزب الله، هل صحيح أن بعضا من أهالي جنوب لبنان رشوا بالورود والزهور قطعات الجيش الإسرائيلي الداخلة إلى جنوب لبنان؟ في مرحلة ما بعام 1982 كان هناك ممارسة صعبة وقاسية من الفلسطينيين في جنوب لبنان، وبعد أن نالوا عبر اتفاق القاهرة حق التجول بالسلاح، وكانوا قد أهانوا بعض الأهالي واحتلوا بعض المساحات في البساتين وبهدف العمل الفدائي ضد إسرائيل، ولكن تحولوا إلى سلطة أساءت بعضا قليلا إلى المواطنين وإلى السكان، لذلك كان السكان يأملون أن يزيح عن كاهلهم هذا العبء الذي
كان صعبا عليهم، لذلك ممكن أن يكون نعم رش وزهور على القوات الإسرائيلية أثناء دخولها خوفا أو خلاصا من هذا العبء البسيط، ولكن يعني استبدلوا عبء بسيط باجتياح إسرائيلي كان جاثما على لبنان بشكل صعب جدا، ودفعنا الغالي حتى تحرر لبنان عن العمل. أول بعض سيادة العميد يقول لك هناك ربما أسباب أخرى لهؤلاء الذين رشوا الجيش الإسرائيلي بالورود، ذكرها بعض قادة العدو، يعني هم كانوا حلفاء صميميين للإسرائيليين واتفق الجميع على التخلص من المقاومة الفلسطينية في بيروت الشرقية. هن إسرائيل بدأت بشكل يعني كما تفعل في حدودها مع سوريا اليوم، بشكل أن تشيع أنها تبني جدارا طيبا للجرحى ولاستقبال المرضى وللمستشفيات، بدأت بهذه الطريقة جدار طيب، وبدأ الناس يدخلون إلى إسرائيل واستقبلوا استقبال، يعني حسن لهم الدخول أن يستقبلوا بشكل جيد، وبنت عملاء لها، ولكن لم يكن العمل الفدائي بشكل عمل فدائي صحيح. وكذلك إسرائيل يعني كان الناس استبدلوا هذه بدخول القوات الإسرائيلية، وهذا خطأ دفعنا ثمنه. طيب سيادة العميد، الجيش السوري في لبنان مع حركة أمل التي ولد من رحمها حزب الله، مع الفيلق السادس الذي كان يقوده ميشيل عون في الجيش اللبناني، هل صحيح مع الإسرائيليين، هل صحيح أن كل هؤلاء تآمروا على المخيمات الفلسطينية ونفذوا مجازر شهيرة؟ أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة. عمليا الجيش اللبناني لم يدخل بهكذا مؤامرة أو ميشيل عون اللي ميشيل عون ماذا كان يقود في الجيش اللبناني؟ نعم كان قبل الفرع اللواء السادس. اللواء السادس اللواء نعم نعم كان يقود هو، بعد ذلك عين قائد جيش، قائد جيش اللبناني. أي أيام قيادته لللواء السادس؟ أكثر وجوده كان في منطقة الجبل، قاتل في منطقة الجبل على خطوط التماس وقاتل ضد السوريين، ولم يكن له سجل ضد الفلسطينيين. طيب ألم يكن له الضلع في صبرا وشاتيلة؟ ليس هو من دخل على صبرا وشاتيلة، إسرائيل التي دخلت على صبرا وشاتيلة بمعاونة القوات اللبنانية، كان رئيسها وقتها إليح بيقة، هو من دخل. أنا كنت ضابط في مطار بيروت الدولي في قوى الأمن الداخلي، وشهدت دخول قوات لبنانية بأمر إليح بيقة بمؤازرة مع الجيش الإسرائيلي، ونفذوا مجازر صبرا وشتيلة أثناء وجودي، وأنا شاهد عيان كنت في مطار بيروت بالقرب، يعني 2 كيلومتر عن صبرا وشتيلة. طيب أنت عاصرت وجود الجيش السوري في لبنان، هل خاض معارك حقيقية مع الإسرائيليين؟ نعم خاض معارك حقيقية سنة 82 بمنطقة عيت الفخار، بمنطقة الصويري، بمنطقة رشية، في هذه المنطقة استبسل الجيش السوري هناك في عدم تمكين الجيش الإسرائيلي من الدخول، ولكن يعني الخيانة التي حصلت أو إسقاط الطائرات التي كانت تؤمن الغطاء الجوي للجنود السوريين، 300 طائرة فرد نهار سقطوا كذلك، يعني أعتقد أن هناك يعني هذا سؤال كبير، كيف أسقطت هذه الطائرات؟ كيف؟ مضادات أرضية سام 7 وسام 6 لم تعمل بشكل صحيح، هناك كلام أن الروس سلموا الإسرائيليين مفاتيح الكود لهذه الصواريخ، جرى ضرب هذه الصواريخ، لم يتمكن الجيش السوري من الدفاع والتقدم، ولكن صمد في أماكنه فقط. طيب. خاض معركة في محطون ضد الإسرائيلية، ولكن لم يتمكن من الصمود بدون غطاء جو. طيب قد يقول قال إذا كانت إسرائيل هي التي وافقت وأعطت الضوء الأخضر لحفظ الأسد أن يدخل جيشه إلى لبنان، كيف تشتبك معه في لبنان؟ إسرائيل دخلت إلى لبنان لإنهاء المقاومة الفلسطينية، وشهدنا كيف عند دخولها عام 1982 لأول مرة تدخل إسرائيل إلى عاصمة عربية، دخلت إلى بيروت ورحلت
لا أقل من 2000 مقاتل فلسطيني جمعوا من كافة المناطق اللبنانية كانوا في لباس القتال وخرجوا مع أبو عمار بالبواخر إلى تونس. وبرضا حافظ أسد هذا الأمر تم؟ حافظ الأسد مغلوب على أمره في لبنان. حافظ الأسد دخل إلى لبنان لمكاسب اقتصادية ولمكاسب هيمنة ونفوذ أكثر من حماية المقاومة. ولم يدخل للقضاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان؟ لم يكن همه يوما ما حماية المقاومة الفلسطينية، بالعكس أنشأ قوات الصاعقة الخاصة به وقاتلت قوات الصاعقة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا ما فعله حافظ الأسد. الآن قبل أن نختم معك سيادة العميد، ماذا بخصوص ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ ترسيم الحدود إذا خضنا بشكل لمحة تاريخية، لبنان عندما قسم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص كان هناك أخطاء في شمال لبنان وفي جنوبه، ولكن الشمال قد يحل مع سوريا مستقبلا عندما يستقر الوضع، ولكن في جنوب لبنان اعترض لبنان عام 2010 على هذا الترسيم لأنه غير صحيح، وكلف شركة بريطانية بالهيدروغرافيا مختصة بهذا الموضوع لبيان الحدود الصحيحة. بيّنت الحدود الصحيحة، لم يعدل لبنان مرسومه الذي أرسل إلى الأمم المتحدة بنتيجة اتفاقه مع قبرص. كان يجب أن يعدل هذا المرسوم عندما أنشأ مصلحة التوبوغرافيا لترسيم الحدود وبيّنت أين الخلل الفني في هذا الموضوع. عفواً، أنا أعتذر منك شديد الاعتذار سيادة العميد، لكن يعني الوقت انتهى تماماً. في حلقات قادمة سوف نستضيفك بالتأكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك وتقبل عذري. أهلا. انتهى الوقت تماما، وكذلك نعتذر عن الخطأ. نحن عرضنا مادة ترسيم الحدود قبل، كان يفترض أن تكون مادة التي أظهرها الإعلام اللبناني ووافقت من خلالها إسرائيل على دخول حافظ الأسد إلى لبنان. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق. ما تبقى جيد. جمال الله.